جزاء من قبل الطرفان، في مقدمتها ستكون اتفاقية حول شؤون الطاقة. ولوجود رغبة كبيرة لدى الهند في الاستثمار والعمل في مجالات الطاقة في مختلف فروعها، سواء كانت بناء المصافي أو العمليات الاستكشافية أو التعاقد على بعض الحقول النفطية. العراق رحب بهذه الرغبة الهندية باتجاه تفعيل التعاون في مجالات الطاقة، ومنها التعاقد مع الهند على تزويد الهند بكميات النفط التي يحتاجها، والتي أصبح العراق هو ثاني أكبر بلد مصدر للنفط إلى الهند. كما سنوقع اتفاقيات في مجالات الزراعة، ومعلوم بأن الهند لديهم قدرات زراعية جيدة، ونحن نهتم بالجانب الزراعي وتطويره لضروراته المعروفة. كما ستكون اتفاقية حول إنشاء معامل الأسمدة الكيميائية التي تستخدم لأغراض الزراعة، ومعامل البتروكيميائيات، والمصافي التي أبدت الهند رغبتها ببناء مصافي في العراق. وأيضا معنا الأخوة في وزارة الصحة الذين سيتعاقدون مع الهند على اتفاقيات تتعلق باستيراد الأدوية أو بالتعاون الطبي. كما سنوقع اتفاقية في مجال التعاون التعليمي، لأن الهند الآن فيها ما يقرب من 10,000 طالب يدرسون في الهند من العراقيين، ونريد أن نستفيد ونستثمر القدرات التعليمية والتطور العلمي الكبير الذي يشهده الهند. هذه الزيارة ستكون هي ثمرة لزيارات سبقت لوزراء ومسؤولين من الهند إلى العراق، وستطور اللجنة الثنائية المشتركة بين البلدين، وسيكون في العراق أيضا استقبال لقادة ومسؤولين من الهند لتطوير هذه العلاقات الثنائية ضمن أجواء الاهتمام العراقي بتطوير علاقاته مع الدول ذات القدرات الصناعية والزراعية والعلمية والتكنولوجية. وتبقى كل المجالات مفتوحة بناء على الرغبة التي أبداها الجانبان الطرفان على تطوير هذه العلاقات وبأسرع وقت ممكن. ونحن في العراق نحث الخطى ونهتم بشكل كبير في تطوير الواقع العلمي والتكنولوجي والزراعي والصناعي وتطوير الخدمات لكي تكون هي في المساهمة في إعادة إعمار العراق وبنائه، والمشاركة في كل الجوانب الخدمية التي يحتاجها البلد. شكرا لك.